هنا والسرور والسعادة عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم يلا نعيش. النهاردة الحلقة مختلفة جدا جدا معاكم. النهاردة هنفتح معاكم كل أسرار ومفاتيح السعادة، إزاي الإنسان يعيش مبسوط وسعيد، إزاي الإنسان يزيل كل الهموم في حياته ويعيش بنفس راضية ونفس نقية وسامحة، وإزاي يبقى فعلا مش شايل أي هم ونكد. وبنمشي كده في الشارع نلاقي ناس كده على طول متضايقة وشكلها متعبس. النهاردة أعزائي المشاهدين معانا ضيفتنا الغالية علينا الأستاذة حنان نوفل، استشاري العلاقات الأسرية، بنرحب بيها النهاردة، هتشرح لنا إزاي نعيش في سعادة. برحب بيكي يا أستاذة حنان. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. في البداية عايزين نعرف من حضرتك إيه هو مفهوم السعادة؟ هو السعادة اختلفت كتير مفاهيمها من حد لتاني، لكن الأقرب ليا أنا يعني هو مفهوم الرضا، يعني إحساس الإنسان كل ما كان راضي وكل ما كان مطمئن بحياته وكل ما كان إنسان سعيد. طبعا الإنسان كل ما كان قريب من ربنا ده بيعمل له حالة من الرضا ومن الطمأنينة، كل ما بيحس إن ربنا معايا وربنا معايا في كل سكناتي وكل حركاتي ده بيخليه حاسس باطمئنان وبسعادة في حياته. كمان كل ما هو حاسس ان هو عنده قناعه في حياته ان انا مبسوط باللي انا بعمله، ومع ذلك ده ما بيتعرضش ابدا مع الطموح. يعني كل ما الانسان كان سعيد، انا عايشه في شقه اوضتين طب الحمد لله على كده، واحاول ابقى عندي طموح اعملها ثلاثه واعملها اربعه مفيش مشكله، لكن انا سعيد باللي انا وصلت له، ده هو ده لب السعاده. لكن دايما بتيجي احساس الناس ان هو عمال يبص للي في ايد غيره، وانا عايز ده وعايز ده وعايز ده ومش راضي عن اللي في ايده، ده اللي بيخليه دايما مش حاسس بالسعاده. يعني تقصدي يا استاذه حنين ان الانسان يبقى متمرد ودايما باصص لغيره ودايما بيحقد على غيره؟ أيوه. ده بيخلق عنده نوع من انواع النفس الغير راضيه والغير سامحه. فهو دايما احساس السعاده ان الانسان راضي باللي ربنا مديهوله، ويحاول بقى يعني كل ما كان علاقته قريبه بربنا كل ما كان انسان هادي ومستريح وعارف ان ربنا معاه، وربنا ان هو طول ما هو حاسس ان ربنا بيحيطه من كل حياته ده بيعمل له احساس بالرضا واحساس بسعاده. وده ما بيتعرضش زي ما قلت لحضرتك ان هو زي ما بيحاول يبقى راضي زي ما هيعمل بقى لمستقبله ويحاول يطور نفسه يبقى طموح، ده ما بيتعرضش مع ده خالص. استاذ حنان طبعا انت دلوقتي ادتلنا مفهوم السعاده بشكل عام، بس احنا عارفين ان حضرتك عامله جروب مكسر الدنيا اسمه الجواز وسنينه. فاحنا بقى عايزين نخصص حلقتنا النهارده، ودي اول حلقه مع حضرتك، هنتكلم فيها ازاي فن اختيار شريك الحياه. كل يعني حلم الانسان ان هو لما يتجوز يعيش حياه زوجيه سعيده، ازاي فن اختيار شريك الحياه؟ هنبتدي اول سؤال مع حضرتك. هو دايما احنا بنقول يعني هو يعني دي درجه، يعني اول حاجه تقدري تعيشي بيها سعيده ان انت تبقي ما تختاري صح الحياه بتاعتك تمشي سعيده لو انا مختارها من اولها صح باختيار شريك حياه سليم. احنا بنقول عندنا اسس كده العلماء حطوها لنا زي اختيار على اساس الدين، كل ما كان الانسان هو متدين فيختار انسانه متدينه فيعيشوا بسعاده هما الاثنين مع بعضيهم. كل ما كان الانسان كفء، ده من الحاجات المهمة جدا جدا، ما حدش يقول ان انا لان هي مثلا انا ثقافتي زي ثقافتها فاحنا عايشين سعادة، لا، المفروض يكون في كفاءة علمية، كفاءة دينية، كفاءة اقتصادية اجتماعية. ما ينفعش واحد من مستوى عالي جدا يتجوز من واحدة مثلا مستواها ضعيف جدا علميا، مثلا ما ينفعش دكتور جامعة يتجوز من واحدة مثلا مؤهلها متوسط او اقل، فاكيد هيبقى في يعني تذبذب في الحياة بينهم. فمفروض ان احنا نقول ان هي لا، يكون في تقارب في الثقافه، تقارب في العادات، في التقاليد، في العائله، ده مهم قوي قوي. دي نقطه. تاني نقطه احنا بنحبين نتكلم فيها دايما علاقه القلب والعقل، فدايما انا بسمع ناس كتير يقولوا في صراع ما بين العقل وما بين القلب، العقل عايز فلانه لكن القلب بيقول لي فلانه. لو دخل الصراع في العلاقه اكيد العلاقه دي هتبقى علاقه مش سويه، لان هو العلاقه المفروض انا مطمئن زي ما عقلي مرتاح ان انا شايف ان شريك حياتي ده كويس موافقني كفء ليا من كل الجوانب زي ما انا قلبي مرتاح له. واحنا بنقول ان هي درجات الراحه دي او الحب، مش لازم ان احنا يعني اول واحد يخطب واحده تبقى بيحبها ويعني هايم الليل بيها، لا، احنا بنقول على الاقل درجه اعجاب يعني او قبول في الاول وبعدين اعجاب لما توصل لدرجه حب. لكن ما انصحش واحد ان هو داخل على جواز وهو مازال في حاله نفور، وفي ناس كتير يقول لك ان هو بقى ايه لما هيتجوز هيحبها، لما العشره هتحببك فيها. يعني انا اعرف يعني استشارات كتير كانت بتجيني ان واحد اتجوز وفعلا ما كانش بيحبها، قعد فتره الخطوبه مثلا 6 شهور ولا 7 شهور مش حاببها، ولما اتجوز قال يا جماعه انا ما بحبهاش، ويقولوا لا لما العشره تيجي هتحبها، هو حاسس بنفور
وفضل لما خلف ولد وخلف اتنين والاخر اتطلقوا، هو مش مرتاح اصلا، يعني هو مش مرتاح للعلاقه، فكده انت بتجني عليها وبتجني على نفسك. فاحنا بنقول على الاقل خالص خالص يكون في درجه قبول بينهم هما الاثنين. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لما جه واحد ساله ان هو خطب فلانه، فقال له انظر اليها لعله يقدم بينكم، يعني يقدم دي يعني ان هو تحس براحه او تحس بقبول. هي احنا بنقول دي درجه اولى ان القلب يكون مرتاح ان هو يكون في قبول، بعد يجي الاعجاب ان شاء الله والحب. استاذه حنين، انت حضرتك يعني اثرتي نقطه مهمه جدا جدا في موضوع حلقتنا النهارده، وهو ازاي نعمل معادله متوازنه ما بين العقل والقلب. احنا عندنا بنات كتير جدا جدا في مجتمعنا المصري بتكون شبه متيمه بالانسان اللي بتحبه واللي عايز ترتبط بيه، فتيجي تتكلمي معاها تقول لها انت بتحبيه، فتقول لك انا بحبه مع انه عصبي وبخيل وقاسي جدا، مقوليش كلام حلو ابدا، ومدخن، ولكن انا بموت فيه. فمامتها تقول لها يا بنتي ده يعني ده ما فيش اي مره دخل علينا باي هديه، يا بنتي ده عصبي، ده عايز يضربك وانتوا لسه مخطوبين. تقول لها انا بحبه يا ماما. فانت تقولي للبنوته اللي بتفكر بقلبها طول الوقت حضرتك توجه لها رساله وتقول لها ايه؟ لا بقول لها طبعا انت كده غلطانه، انت كده لما تفكري في قلبك، احنا قلنا هو القلب مهم مهم جدا جدا ان انا اكون مرتاحه لشريك الحياه، وقلنا على الاقل القبول والاعجاب بعد يجي بعدين. لكن اللي قاعده هيمنه قوي فيه وسايبه العقل، ما انا بقول لك ده مهم دور القلب يكون القلب مرتاح، لكن العقل يكون مرتاح. هي اللي انت بتقولي عليها دي العقل مش مرتاح. فاحنا بنقول في درجات للعقل، زي ما قلنا في درجات للقلب، في درجات للعقل. على الاقل خالص اكون انا راضيه بالانسان ده، عقلي مرتاح ليه. في درجه مهمه قوي قوي في العقل بنقول ان هي ان انت لازم تقولي لنفسك ان هي لا للمثاليات، احنا كلنا مش ملايكه وكل واحد فينا عنده اخطائه، فانا مفروض ابقى فاهمه ان اللي قدامي عنده اخطاء، بس الاخطاء دي ايه؟ السلبيات دي ايه؟ في حاجات في ستات مثلا تقول لك انا هتجوز دوت وبعدين اغيره، الكلام ده يا جماعه ما بيحصلش، مفيش حد بيغير حد الا اذا كان هو اللي عايز يتغير، مفيش حد بيغير حد. المشكله بتيجي منين بقى؟ ان هي اللي حاطه في دماغها ان هو هيتغير، هو مش عايز يتغير. دي نقطه. تاني نقطه، دي موضوع المثاليه، ده موضوع صعب جدا ان كل واحد حاطط في دماغه ان هو هيتجوز واحده مثاليه او واحده بتدور على المثاليه في شريك حياتها. طبعا كلنا مش مثاليين، لكن لما بتبقى عارفه ان هي نقط سلبياته ايه، وتبقى عارفه السلبيات دي هتقدر هي تتعايش معاها ولا لا. في ناس تقدر تتعايش مع واحد بخيل مفيش مشكله خالص، في واحده تقدر تتعايش مع واحد عصبي، لكن في واحده ما تقدرش. فعليك ان انت تعرفي شريك حياتك ده سلبياته ايه هي، واقدر اتعايش معاها ولا لا، مش اي سلبيات اقدر اتعايش معاها. فده مهم قوي قوي. مهم كمان عشان العقل يبقى مرتاح ان انا اعمل لنفسي اولويات، يعني اللي بيبقى حاطط في دماغه ان انا هتجوز واحده جميله وبنت ناس وغنيه ومتعلمه ومعرفش ايه وايه وايه وايه، انت بتكبر كل ده. طب انت مش هتاخد كل ده، فالمهم ان هو يعمل اولويات. الاحسن انت عايز تاخد زيت الدين، فممكن تتنازل شويه عن الجمال. انت عايزها مثلا متعلمه تعليم عالي واهلها ناس معرفش ايه، ممكن تكون هي ماديا مش قوي. عايزها اجتماعيا عاليه قوي، ممكن تكون الجمال. يعني انت لازم أن تعرف اولوياتك ايه، لازم أن تحط مثلا صفتين ثلاثه هم دول الاولويات بتوعك، وبعد كده التانيين جيهم مجوش يعني فالحمد لله. يعني مش ضروري تبقى جميله ملكه جمال، يعني جمال مقبول، واحنا بنقول الجمال ده نسبي يا جماعه. في واحده ممكن تبقى مش جميله قوي بالمقاييس بتاعتنا، لكن عارفه اللي هو بتبقى يعني مليحه زي ما بنقول، اموره، تلاقي دمها خفيف، تلاقي الناس بتحبها، تلاقيها جذابه. ده مش بمقاييس الجمال بقى، العين شكلها ايه والشعر فين والكلام ده، لا. فالجمال ده جمال نسبي، كل واحد بيبقى راحه، بس هو كفايه ان هو يرتاح اليها. عاوزين بقى نعرف من حضرتك موضوع مهم جدا، وهو فتره الخطوبه. هل فتره الخطوبه هي فعلا بتكون تنبؤ صادق لحياه زوجيه سعيده؟ صح، هو فعلا كده، هو بنعتبر فتره الخطوبه دي مقياس سليم، بس بشرط بقى ان هما يبقوا صادقين مع بعض. يعني ما يجيش واحد يقعد يمثل عليها يمثل عليها، وان كان طبعا لما بتطول الفتره وبيقعدوا مع بعضهم اكتر فتره، يعني المفروض هي تبقى لماحه للحاجات اللي هو ايه اللي بيعملها. عشان كده دايما بنقول يا جماعه للبنات نصيحه وللولاد كمان، ان انتوا خدوا فتره الخطوبه دي دايما تفكروا بعقلكم، ما تفكروش بقلبكم ابدا. لان الواحد بيحصل ان هو بيشوف مثلا فيها عيب معين ويقول لك إيه بكره هيتصلح، دي سهله مش عارفه ايه، لكن هو غلط. المفروض ان انت بتفكري بعقلك. شايفه مثلا خطيبك بيتكلم امه بشكل مش كويس، بيعامل اخواته البنات بقسوه، ولو حد من اخواته البنات كلمه ممكن يضربه، طب ده لما انت تتجوزيه هيعمل ايه؟ هو معاكي حنين وطيب عشان انت لسه بعيده عنه، لكن اول ما هتتجوزي مش ممكن هيعاملك احلى ما بيعامل مامته ولا اخواته البنات ابدا. لكن الراجل اللي بيبقى حنين على اخواته وحنين على مامته اكيد هيبقى حنين معاكي. فاحنا ناخد بالنا قوي قوي من الحته دي، ان انت شوفي انت ايه الصفات اللي انت عايزاها راقبيها فيه،
وخلي عقلك يعني شغال، اي جرس انذار كده خلاص توقفي الخطوبه وتتراجعي فيها. انا ما بقبلش راجل يكون بخيل. فانت بتشوفي مثلا ستات كتير تقول لك ما كانش بيجيب لي هدايا، ويوم ما بيجيب لي بيجيب لي ورده، ويوم ما بيعمل بي... طب انت قبلتيه ليه من الاول وانت عرفت صفه زي دي فيه؟ مش ممكن ان هو خطبك على طول رايح يجيب ورد كل ما يعني ربنا يكرمه. لكن لو هو حالته حلوه يعني، احنا ما بنقولش طبعا عشان الشباب الايام دي حالتهم صعبه والدنيا غاليه، نفترض مره يجيب هديه غاليه، مره يجيب هديه رخيصه، مره يعزمها في مثلا مطعم غالي مره رخيص، يبقى انت مطمئنه ليه. لكن اللي على طول كده يعني انت عارفه ان مرتبه كويس وهو كويس وعلى طول بيدور على الحاجات القليله، فتنتبه ان هو ممكن يكون لا، ده دي صفه شخصيه فيه ان هو بخيل، فاركز فيها. ما بقاش انا داخله يعني على ده مشوار حياتي وده اهم مشروع في حياتي وادخل وانا مغمضه عينيا واقول لا دي حاجه بسيطه، دي مش مهمه، دي مش مهمه. ايه اكتر نصيحه حضرتك تقدميها لبنت مقبله على الزواج يا استاذه حنين؟ زي ما انا قلت لك كده، ان هي تفكر بعقلها وقلبها، ما يحصلش صراع بينهم. ما القلب تديش مستريح للعقل راحه ولا تدي للعقل، للعقل يعني هو القلب من سهوله خالص هتشوف هتحس ان هي في اعجاب، في انبساط، في قبول، خلاص اطمئننا للركن ده، ندور على ركن العقل ده، تفتح عينيها باستمرار لكل حركه لكل كلمه. اي يعني اي مثلا يعني كانت في واحده كانت جايه استشاره قريب قوي، فبتقول لي ان انا شايفه زوجي عمال كل ما اقول له على حاجه، طب استنى اما اسال ماما، طب لما اشوف ماما هتقول ايه، طب لما اشوف راي ماما ايه، يبقى اكيد اكيد ابن امه، زي اللي احنا بنقول عليه كده بالظبط ابن امه. يعني لازم فعلا ان هي تتوخى الحذر. طب بنتي لما انت كنت مخطوبه ما خدتيش بالك من المشكله دي؟ قالت والله انا خدت بالي بس قلت مش مشكله، هو هيبقى في بيتي وانا بقى اللي هبقى اقوم بدور مامته وانا اللي هسيطر عليه. فما هي بعد ما اتجوزته ما قدرتش تسيطر عليه، فضل برضه مامته هي اللي مسيطره عليه. طب انت وانت مخطوبه شفتي ايه؟ قالت انا شفت مامته هي اللي كانت بتنقلنا السيراميك، لما رحنا نجيب الفرش هي اللي وقفت وقالت ناخد الاوضه دي، وانا اصر عليها وهي تقول لا، هو يسمع كلام مامته. قلت لها طب ما هو واضح كل حاجه، هو ان هو يعني ان مامته مسيطره خالص وان مامته مسيطره، فانت المفروض كنت تنتبهي للجزء ده. وانا يا جماعه بقول اللي هنا هوت يعني ناخد بالنا ان احنا نفرق ما بين بر الوالدين وبين الطاعه العامية لامه. هو انا اي ولد بقوله لا انت لازم أن تكون عندك بر الماما، لكن لازم أن تكون حياتك الخاصه دي ملكك وملك زوجتك، دي حاجه ودي حاجه، مش عشان انت تبر ماما وتروح تقول لها على كل اسرار بيتك، او تروح تقول لها او انت كست ان انت تروحي تقولي لمامتك جوزي بيعمل، او جوزي حصلت له مشكله ايه في الشغل او كذا. لا، المفروض ان احنا حياتنا الخاصه دي حياتنا بتاعتنا احنا مقفوله علينا، ويوم ما تحصل مشكله المفروض نشور اي مستشار، نشور حد كبير في العيله، ما يبقاش كل ما تحصل مشكله اجري اقول لماما واجري اقول لاختي ويعني والموضوع يتسع بالشكل ده. لا، ده مش مطلوب ابدا. عاوزين نعرف من حضرتك يا ترى ايه الاسباب اللي تخلي الطرفين لا لازم افسخ الخطوبه دي، سواء الطرف البنوته او يعني الخطيب الشاب. حضرتك يشوف بعض الاسباب يقول لا لازم افسخ الخطوبه. في احنا بنقول في علامات كده، زي ان انا مثلا لو شفته هو بخيل، دي صفه ما بتتعالجش، خلاص انا عرفت وتاكدت ان خطيبي بخيل، يبقى لا لازم السلام عليكم، ما بتتعالجش. مثلا صفه ان هو راجل عنده خيانه، موضوع الخيانه دي احنا انا كنت اتكلمت فيها فيديوهين كاملين في الجروب بتاعي بتاع الجواز وسنينه، عن موضوع الخيانه ده. فدي الراجل الخاين بكل انواعه، سواء خاين بقى في التليفون او خاين على النت او خاين كلام مع ستات او خاين باي شكل من اشكال الخيانه، حتى لو وصلت للخيانه الكبرى. استاذن حضرتك معانا اتصال من شيماء. اهلا وسهلا يا شيماء. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن اسال سؤال؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، برحب بيكي، ده انت اسمك شيماء على اسمي. لو سمحت، انا وجوزي متجوزين من 4 سنين، بس هو كويس جدا معايا، يعني مش يدخل عني في حياتي الحمد لله، واللي معوزه كله بيجيبوه لي، بس في حاجه واحده بس وحشه مش عارفاني فيه، مش عارفه اغيرها فيه. ايه هي يا شيماء؟ ان هو على طول ممكن يهزقني على طول باستمرار، وبعد كده يرجع يصالحني، يعني كل ما يتنفس ويتعصب يطلع نفسه وتعصبته عليا انا بس كده. بس طب هو يعني من كل حاجه عاملها لي. طب الراجل يا شيماء يعني مش مخليكي محتاجه حاجه وبيجيب لك كل حاجه، يعني لو حتى في صفه واحده سيئه هنعرف من الدكتوره دلوقتي ازاي؟ طب انا عايزه اسالك معلش يا شيماء، انت ما لاحظتيش الكلام ده وانت مخطوبه معاه ان هو بيتعصب عليكي؟ لا، وانا مخطوبه كان كل حاجه عادي، ما كانش بيتعصب، ما كنتش بتشوفيه يعني مش معاكي؟ يعني اول سنه من الجواز او اول سنتين من الجواز كان ممكن حد ضربات البيت يعملها معايا، ما كانش لما يشتمني ولا كان بيهزقني ولا كان بيزعلني نهائي،
بس دلوقتي يعني ظروف شغل، لما تخليه كل ما يجي يتنرفز من حد يتنرفز عليا يعني، لا انا وانا بتكلم على عماله اقول له بطل العاده دي مش راضي يبطل. بصي يا شيماء، انا اقصد ان انت كنت يعني ما لاحظتيش الكلام ده وانت مخطوبه، ان هو بيتنرفز على حد بره، على اخته، على امه، على اي حد تاني مش انت. لا اصل هو خطبني وقعدنا شهرين بعد كده سافر وجيت اتجوزني. بنشكرك جدا يا شيماء، وربنا يهدي لك جوزك يا حبيبتي. يا رب. هنعرف من دكتوره دلوقتي ازاي تتعاملي معاه. احنا بنقول دايما ان انت يعني، هو مشكله ان هي قعدت شهرين اتنين مخطوبه، احنا بنقول على الاقل خالص يعني من 6 لـ 8 يعني لسنه، كويس قوي معقول قوي ان هي تقعد سنه مخطوبه، وان هي تقعد معايا يعني، ما يبقاش سنه خاطبها وهو بره وهي هنا فما تعرفش عنه حاجه. يعني حضرتك بتوجهي للساده الاباء والامهات من خلال حضرتك رساله تنويريه، ان لازم ان يكون فتره الخطوبه لا تقل عن من 8 شهور لسنة، علشان يبقى فعلا في كده مواقف كتير وفي حاجات كتير بتبين يعني اصل الانسان ده وعاداته وتقاليده وطباعه، لكن صعب ان هو تبقى شهرين وتصطدم زي ما هي اصطدمت. اصعب حاجه على الست يا دكتوره حنين ان هي تحس ان جوزها بيقلل منها وخاصه طبعاً قدام الاخرين. طبعا دي حاجه يعني حاجه سيئه جدا جدا، من يعني ما نقولش ان اي راجل ما يستسهلش بيها، ما يبقاش احنا مقدرين ان انت تعبان في شغلك وتعبان وكده، بس لازم ان انت برضو تقدر ان هي تعبانه في بيتها وتعبانه مع اولادها. فده نداء لكل راجل، خد بالك يعني، حرام ان انت برضو هي تعبانه وهي متبهدله وهي كده، فما تهنهاش، وانت لا تقبلي الاهانه. يعني انا ما بقولش لاي واحده ان هي تستكين وتبقى بقى عشان اعيش وعشان ما اعرفش ايه، لا ده في رجاله يعني عفوا يعني عشان ما حدش من الرجاله يزعل مني، ان هم بقى ايه يعني، احنا بنقول علينا مرود، ان انت شايف الست خلاص سكتت لما ضربتها اول مره فيضرب زياده، لا لازم توقفي عيلتك، تخلي باباك يكلمه، اخوكي، انت نفسك تقولي لا لغايه هنا ستوب، ما ينفعش ان انت تشتمني، ما ينفعش لازم تاخد موقف. يا لازم تاخدي موقف وبهدوء على فكره، يعني ما اخدش موقف ان انا هسيب البيت واتخانق واعمل قلق، بمنتهى الرقه وبمنتهى الحب لو سمحت حبيبي انا كده بزعل، وانت يعني طبعا يهمك ان احنا نعيش سعداء، وما ينفعش ان احنا نعمل كده، وممكن نعيش اسعد من كده، وانت كده زي ما انا بحاول اسعدك لازم ان انت تسعدني، وحاول ان انت تتجنبي المواقف اللي هو متعرض فيها للعصبيه. يعني هو بيجي من بره مثلا من شغله تعبان في الحر وزهقان من المواصلات، فما ينفعش ان انت بقى تقابليه بالمشاكل، لا حاولي ان انت تقابليه بروح حلوه مبتسمه. عندك مشكله ما تقوليلهوش اللي بعد ما يجي ويستريح ويتغدى، ما ينفعش من اولها كده. هناخد اتصال من ساره عشان معانا سؤال مهم يا استاذه حنين. معانا ساره، اهلا وسهلا بيك يا ساره. اهلا وسهلا بيك يا استاذه. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي ليكي اي سؤال. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي يا حبيبتي الدكتوره معاكي. ازيك يا دكتوره حنان؟ اهلا بيك. بصي لو سمحتي، انا مخطوبه وخطيبي يعني دلوقتي لينا 6 شهور مخطوبين، وخطيبي يعني مش بيقول لي كلام حلو او كده، بساله ليه، بيقول لي لسه ما حصلش بيننا حب، فانا مش عايزه اظلمك في الكلام، مش عايزه اقول لك كلامه بس. والحب ده حاجه في الجواز، بس انا دلوقتي متقبلك وحابك ان انت تكون انت مراتي، بس حب لا مفيش. يعني انت هتتجوزوا بعد قد ايه؟ قدامكم قد ايه وتتجوزوا؟ سنه كده ان شاء الله. طيب انت قدامك فرصه، يعني احنا بنقول انت بتتدرجي من القبول للاعجاب لما توصل لغايه الحب والعشق والكلام ده، فانت يعني لو في اعجاب بينكم وبين بعض عادي، هو ممكن يكون ماسك مشاعره شويه مش قادر، في ناس بتبقى يعني ما شاء الله عليها تقول لك لا ما دام ما حصلش عقد فانا مش هقدر ابوح بمشاعري، فخلاص انت قدامك سنه، بس انت انصحك قبل ما تتجوزي لازم تكون وصلت لدرجه الحب، ما ينفعش نتجوز واحنا لسه ما حبيناش بعض، امال هنحب بعضينا امتى؟ فهو انت لازم فانت مش مشكله 6 شهور دي تعدي لغايه ما انت الوقت الجميل بيمر بسرعه، لكن نصيحه سريعه لكل زوج وزوجه ازاي يعيشوا حياه زوجيه سعيده. احنا قلنا هو ان هما لازم يحافظوا على مشاعر بعض، لازم يفهموا بعض. مفتاح كل السعاده بقى عاوزين نعرف اسراره منك. لا ده دي عايزه حلقات تانية بقى ان شاء الله كده، ممكن لان احنا بنقول في فروق كتير ربنا خالق ما بين الست والراجل، في فروق كتير، المشكله ان الرجاله مش عارفينها ولا الستات عارفينها، وبتحصل لان دايما الراجل بيعامل الست كانها راجل زيه، لكن هي لا، ده هي كتله مشاعر وهو كتله عمليه. يعني احنا ممكن نعمل حلقات كامله لموضوع الاختلافات بين الزوجين، دي موضوع المفروض كل زوجين يعرفوها عشان يقدروا يتعاملوا مع بعضيهم، وفي الاساس المفروض يكون في بينهم احترام. ربنا لما قال لنا ايه، بينهم موده ورحمه، يعني حتى لو ما فيش بينهم حب لازم يكون في موده. يعني هو شايفها تعبانه يطبطب عليها، هي شايفاه جاي من بره تعبان ما تضغطش عليه، يعني الامور كده تمشي واحده بواحده كده، شايفه ظروفه الماديه صعبه ما تقولش انا عايزه وعايزه وعايزه، ده مهم ان هي تحس بيه وان هو يحس بيها.
استاذه حنين نوفل استشاري علاقات اسريه، نورتينا، والحقيقه الحديث معاكي لا ينقطع ابدا وجميل جدا. انا سعيده جدا بكلام معاكي، ومعانا اتصالات كتير جدا جدا، لكن هنقول لكل الساده المشاهدين تابعوا الاستاذه حنين نوفل على جروب الجواز وسنينه، شرفتينا، وان شاء الله تكوني معانا في لقاءات ان شاء الله باذن الله في الحلقات الجايه. شكرا ليكي يا استاذه حنين. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير واوعوا المحطه تتغير.